تعتبر حلقات شبابية هي منصة تجمع الشباب لأصحاب القرار، لأن دولة وقيادة تطمح المزيد والمزيد في عملية تطوير خدمات الواحد يستطيع بكل سهولة أن يمارس هذه الهواية، وفي نفس الوقت يكون متماشي مع كل المتطلبات التشريعية في الدولة. نفهم أكثر منكم أنتم كشباب المستخدمين، ما هي احتياجاتكم وما هي التحديات اللي تشوفونها في هذا أحب أن يقول أن نشر الثقافة بين المجتمع هو اللي بيفيد في حل المشكلة.